ما هو أقرب طريق إلى قلب الرجل؟ سابقة بالارتباط نكشوا على الشورة عم بمزح أكيد ما لا بعدك صغيرة صح هدول القصص بيقولوا ليش هيك أنت شو برجك؟ جوزاء ولا ليش ما عرف ليش الاثنين؟ لا أنا مع أنا كثير بريئة أنا ما بعرف أنا لا كيفك؟ تمام عارفيني عن اسمك؟ لانا 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 أنت شو دارسة؟ بكالوريا هلا خلصت برافو عليك خلصتي نجحتي؟ برافو قد ايش جمعتي قال لك شو هالشورة عم بمزح أكيد ما راح أكيد ما راح تجاوبيني طيب هلا أول سؤال إلك ما هو أقرب طريق إلى قلب الرجل؟ بطنه بطنه برافو كله معدته يعني ما بيهمه لا القلب ولا شيء أنت بعدك صغيرة صح هدول القصص ما بيصير عندك عندك تجربة سابقة بالارتباط؟ لا برافو عليك خليكي مستمرة بهذا الشيء طيب شو لون شخصية سبونج بوب؟ أصفر سهلة برافو هاي نقطتين شفتي أنا شو حبابة وشو إنه أسئلتي سهلة طيب هلا بدنا نصعب السؤال نشوف إذا أنت عن جد دقيقة تحبي وائل كفوري دقيقة الملاحظة ولا لا شو اسم البارفان اللي حطوا وائل كفوري بكليب تبكي الطيور تبكي الطيور بتعرفيها هل هو بوس ولا ديور ولا بولو لا بوس بوس شوف خطأ خطأ اوكي خطأ عادي خسري يعني اوكي ليش هيك انت شو برجك جوزاء جوزاء هي جوزاء المتردد وال وال ليش ما عرفنيش الاثنين اكيد ما لنتابع عطره من الدرجة اوكي هو عفوا ايه اهلين من وين من وين طلع اهلا وسهلا عرفني عن اسمك اول شيء اذا بتحب تشارك معنا ايه بحب يزن 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 اليوم نحن عم نسأل اسئله تمام فعنا عم نسأل عن اسم بارفان وائل كفوري بكليب تبعه اسمه تبكي الطيور الخيار رقم 2 ديور برافو كيف عرفت انت هذا الشيء تبعه من فانزاته طيب اذا هيك انا بدي اعتذر منك يا لانا لانا صار لانا مع انه كثير بريئه انا ما بعرف يعني انا كثير حسيتها لانا بريئه وحبابه وظريفه يعني يعني الجائزه هو لانه السؤال الثالث هو الحاسم يعني عرفتي بدك تزعلي اذا اعطيته الجائزه طيب استاذ يزن تفضل هي جائزة مقدمة من يلا تي في لحضرتك لا اشتتي انت دقيق الملاحظة لا مو دقيق عم تقلك بدك تروح عم تقلك بدك تروح ليش تروح كان شفته غير مكان لا لا بعرف غلط تفهمي عم نعمل غلط بركي انا عم نعمل صح شو خلك تفهمنا طيب اوكي جائزة هي الي لا تواخذينا لا ما بتواخذنا لانه حضراني كل كل الهضامات السابقه يعني يعطيك العافيه والله يعافيك يا رب شلون تعملها؟ شغالي يا ايش هذا عند الدكتور مرتب ليش عم هو انا مش بعرفني هالسؤال سالتيه من بيعرفه بلا ما تطول لك اصبع شعرك انت قلت لي هو رقم واحد عمل لي هيك من ورا عم تعمل ورا عم ايش يتدخل هو دور جواز اللي صاروا بس ما نقلته؟ ليش عم عرفنا عن اسمك؟ اسمي كريم اسماعيل كريم كريم انت شو بتعمل بالحياه او شو دارس؟ انا شو دارس؟ الحمد لله رب العالمين بكالوريوس وزياده طيب شو بتشتغل او شو بتعمل يعني كيف ثقافتك العامه؟ ثقافتي عامة زيرو زيرو اسئلتي سهله ما بدها كثير ثقافه بدها دقه ملاحظه انت دقيق الملاحظه طيب ما لون شخصيه الكلب بافلام كرتون توم وجيري اسود ولا رمادي ولا ابيض وجيري هذا بالحال قطه ايه رمادي رمادي برافو نعم بيتبو ما بعرف بالانواع الكلب اللي عندي بالله لازم تجيب توم وجيري كمان لك شو هاي جائزه لانه عرفت في إسا جائزة تانية كل سؤال لك جائزة بعام ايه نظامي شكله ايه فيها شيء مصاري كثير ايه والله فيها شيء ايه فيها مصاري لك نضحك عليك لا معقول نحن نضحك عليكم بعام 2018 كم كان عمر الفنانة نجوى كرم 50 ولا 52 ولا 54 شو ما بتحب نجوى؟ ليش هيك عم يهزقوا بالفنانين نجوى كرم نجوى كرم شمس الأغنية العربية بتطلع برب الثاني ايه دي عمرها اديني خيارات 50 ولا 52 ولا 54 دي عمرها لأي شو بعرفني؟ خلص 50 50؟ برافو برافو ها تطلع تشريفاتك صحيحة دقيقة ملاحظة بشكل مو طبيعي تفضل هي جائزة لك آخر سؤال لا الجائزة عن جد في جائزة لا جواب يا الله نحن عم نمزح معك لأنه كم دم مو بتقول دمتك بالغنية عم تتخوت علينا ما بتعرف هي الوحيدة عرفتها أنا عرفتها أيوة. المغنية كم دم قالت نجوى كرم بأغنيتها ما في نوم بعد اليوم عادي عادي لك يا ساعة حافظة الأغنية
بدي اقعد لهني وعد لك قهوه مشكله عندك قهوه سبعينية عنده؟ لا والله بس اعطيك خيارات خيارات 25 ولا 28 ولا 32 اول خيار شو هو؟ 25 متاكد؟ هلا قلت ما بتعرف ومدري شو دغري عديته؟ اوكي متاكد خطا شغالي؟ لا شارك. ايه تفضل اهلا وسهلا عندك معنا يشارك الشاب؟ شو شارك معي بحلا يعني؟ ايه هدول جواز اللي صاروا بس ايه لك هدول خلص ايه لا التالتة اذا جاوب صح بدها تروح لإله انا جاوبت ايه هلا يعني بدك تسألي غير سؤال لا هو السؤال نفسه الاخير مو انت سمعت السؤال الاخير؟ مرة كنتك على نجوى كرم ايه شو الجواب يا حبيبي؟ خيار رقم 2 28 رقم 2 28 برافو برافو صح صح الجائزة راحت منك يا كريم لا الجائزة أول شيء ما يعني عايز نزعل هي هي قصة الدفعة أولى لغسالة غسالة حديثة غير غسالة ما بمشي الحال لا ما في بس غسالة كيف ايش يتدخل هو؟ ما دخلت انا جيت انت ما عم تجاوب انت قلت لي هو رقم واحد ورا الكاميرا انا قلت له اي والله وقفت عم تعمل لي هيك من ورا عم تعمل لي ورا لا انا ماشي شو عم تشجع تشجع بلكي عم يغني بلكي عم يغني اغنية رمضان محمد رمضان نمبر 1 ما سمعت عنه لا بس انا ما نقلتك ما نقلتك ما نقلته؟ ما بعرف ليش عم يتبلاني بعد ما بتنقل بالتاسع بكالوريا جميلة انا رسمت اول سنة بالتاسع ورحت القلم اي والله خلص انا خلصت ما شو خلصت انت العافية عن جد هيك هلا اي والله هو ربح الغسالة على فكرة انا ما نقلتك شيء لسه بقول ان انا ما شفتك السر شو عم تعمل ما انا هيك على هيك عندي عادة هيك بساوي شكرا يعطيكم العافية اهلا وسهلا بدي اروح اشوف شيء دكتور مشانك يعني مشان الحركة تبعك دكتور اعصاب اي والله شفته عم باخذ دواء احذر شو بلا ما تنطر لك غير اصبع مشانك لا اخي عم باخذ عالم عالم كثير يعني مشانك لا 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 تاخذ ليش ليش كم ليش عم عند دكتور مرتا والله هو في دكتور جاي عليه ليش عم هو ما شو بعرفني هالسؤال سالتي لا من بيعرفه شو ما بيعرفه كم والله انا ما بعرفه طيب شكرا لك كريم عم ينادوا لك انت كانه مو اي والله هون ما عدنا كلنا مشتاقين اي اهلا وسهلا طب قبل ما تروح بدي اقول لك خبريه اخيره انه يزن معنا بالفريق وربحنا ورقه فاضيه احلى رجل هي ورقه فاضيه تنتقل على غير اصبع على انا واحد اصلا انا ما في بنت عم تصور هون بالشعر بس الشعر مو ظابط خلص انت لا تاخذنا انا معماريه لا في داك هو فارد منك انت ما في غساله انا صندي غساله ما في انت مو مين ما نقلك جاوب خلي سحبك بنفسك عالي متعود ما كنت صفت احسن اوكي شكرا كثير لك لا تاخذنا